تيفن مدافع المغربي كرة لحمزة الأحمر من الركنية مد هجومي عدد كبير من لاعبي النجم الساحلي في الخط الأمامي جول جول العدد الكبير شوف وكأن كل لاعبي النجم الساحلي داخل منطقة الجزاء 1 2 3 4 5 6 7 وحمزة الأحمر الذي نفذ ركنية يعني 8 خلينا نقول 9 لاعبين يعني كان لاعب واحد في الخط الخلفي للنجم الساحلي لكن هذه مخالفة حاضرة لفريق النجم الساحلي الشياطين الحمر كرة جول 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 اسم على مسمى من كتيبة الشياطين الحمر يضع كرة أين يسكن الشيطان للفريق الأحمر النجم الساحلي آه يا حمزة آه يا فنان آه يا حمزة يا الأحمر بهدفين دون مقابل في الشوط الأول في أول دقيقة يحرز إيهاب المساكني الهدف الثالث للنجم والثاني الشخص له بكرة عرضية ثلاثة دون مقابل لكن في الدقيقة الثانية والست بفريق النجم الساحلي شوف سفيان العلودي خالد السقاط تدخل بريغي الذي ظل يتفرج متابعة حاضرة بامتياز من العياطي وبعد ذلك الكرة تحضرت عند أحمد جاكو.